هل مشاكل مصر وسوريا لها دور في تأخر الثورة؟ يعني هذه الفوضى في مصر وسوريا وإلى حد ما ليبيا. لا، هذا الإعلام، الإعلام يريد للناس أن يتربوا، أن يتدربوا، أن يتأثروا نفسيا بهذه الطريقة. والله إذا كان أحد عندكم ناوي يتحرك فخله يبطل. طبعا هذا كلام يقوله الكثير حتى يبرروا كسلهم، هم يبرروا عجزهم، يبرروا سلبيتهم. الحقيقة التي لا شك فيها أن الشعوب في لحظة الغضب ولحظة التحرك ما تشاور ولا تفكر طريقة منطقية. الزخم أو الدافع للتحرك ما يجي بطريقة منطقية، صدقوني. دائما تاريخيا لو تدرس تاريخ كله، ما هو الناس يجلسون، الشعب يجلس في دواوين في مجالس ويتناقشون، والله نتحرك ولا ترى بيجينا مثل مصر؟ ما حصل ولن يحصل. الناس إذا تحركوا يتحركون بدوافع ذاتية قصيرة النظر. الناس عموم الناس الذي يتحرك بطريقة بعيدة النظر هم النخبة المفكرة، يتحرك بطريقة بعيدة النظر. والنخبة المفكرة عادة تدرك أن مشاكل مصر وسوريا بالعكس دليل على ضرورة التحرك الآن. وإنما كلما تأخرنا أكثر كلما صرنا عرضة لأن ندفع ثمن أكبر. هذه من قواعد التاريخ، هذه من السنن الثابتة. كلما تأخرت أكثر في القضاء على الفساد والقضاء على الظلم والقضاء على البطر والقضاء على الاستبداد، كلما كان الثمن الذي تدفعه أغلى وأعلى في فوضى، في معاناة، في تعذيب، في اقتتال داخلي، كلما تأخرت في القضاء على الاستبداد. وكلما عجلت وأبرأت الذمة في وقت مبكر، كلما كان إزالة الاستبداد عملية ناعمة وهادئة وبسيطة. وذلك حينما صارت ثورة مصر صار فيها قتل وصار فيها معاناة محدودة، يعني حينما نقول 600-700 شخص هي عدد كبير، لكنها لا يزال لا يقارن بما حصل في ليبيا وما حصل في سوريا. فكنا نقول باقي الأمة يجب أن تدفع ثمن أكثر، وهذا اللي يحصل الآن، حتى تطهر وتصفى الهوية. فإذا مشاكل مصر وسوريا، الناس كما يعني حتى لا ينسي آخر كلام أولا، نقول أن الناس لا يفكرون بطريقة منطقية منهجية، يجلسون في دواوين أو في مجالس ويناقشون والله تعالوا نتصرف ما نتصرف. الناس العوام الذين يتحركون بطريقة جماعية عادة يدفعون بدوافع مباشرة ولا يلتفتون إلى هذه المعطيات. وراح تشوفون إذا كسر الحاجز، والله لا مصر ولا ليبيا ولا تونس ولا غيرها، إذا كسر الحاجز راح تشوفون النتيجة أمامكم.